إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. متابعينا ومشاهدينا الكرام، حنا مشينا لضيعة فلاحية هنا في مدينة فاس بطبيعة الحال. كنعرفوا لأننا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، أيام قليلة تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، وجينا عند كسابة هنا والفلاحة وبغينا نسولهم على الأثمنة ديال العيد بطبيعة الحال. فقبل قليل خدينا فيديو كان تصريح بطبيعه الحال اللي هو صادم، الحولي ديال 2000 درهم ولا ساوي 3000 و 3500 درهم بسبب الغلاء اللي كاين في الاسعار ديال العلف وديال مجموعه من الامور. السي الغازي فلاح كساب الغازي بوشه هنا في ضيعه فلاحيه بمدينه فاس غادي يكشف لنا التفاصيل ديال هذا الارتفاع في الاسعار ديال الاضاحي بالمغرب. تفضل السي الغازي. نعم سي، هذا كانت في ايام ذاك الاول ديال العام، كانت الشتا نقصت ما كاين لا الشتا لا والو. نعم. كان الفلاح مسكين ضر واحد الضرر كثير. نعم. من بعد ضر ولا كيبيع الامن كيبيع الكسيبه ديالو باش معطله كيبيعها. نعم. جاب الله واحد شويه ديال الشتا عرفتني السوق شويه تتهز. نعم. عرفتني الاسعار ديال العلف طلعت. الاسعار ديال العلف غلا، العلف غلا، الشمندار غلا، الفول غلا، الشعير غلا، الذرة، أي حاجة، الفوراج، البارديز، السمن كانت كدير لنا في الصيف عام الأول كانت كدير لنا 10 دراهم، بغات كدير لنا 35 درهم، هاد العام في الشتا، الإنسان كيجيب بارة ديال السمن كيعطيها مثلا جوج ديال الخرفان كياكلوها ما غادير لهم والو. نعم، الحولي ديال 2000 درهم اللي كنا كناخذوا العام اللي فات 2000 درهم. على حسب دابا كيدير 3000، هذه 3000 درهم، 3500، 3000. نعم، زاد يعني 1000 درهم 1500 درهم. ضروري الإنسان زاد. نعم. هذاك الفلاح تزاد عليه المصاريف. نعم. واخا هو هذاك الفلاح دابا يا زايدين المصاريف وكيقول هو الثمن، واحد اخويا كيقول انا طيب هاد السيره ديالنا الغلا وكذا راه ماشي هو لخاطرو. نعم. راه هو راه مضرور واحد الضرر عنده كثير. نعم. هذاك الفلاح عايش واحد المحنه مع ديك الكسيبه باش كيوجد ذاك الحولي باش يعطي لواحد الانسان يجي يشريه منه يقول له مثلا هاد السوق اللي كتقول لي راه هاد الثمن انا كتقول خليها كسيبه الثمن باهيط. نعم. نعم. هو راه ما كرهش. راه بايعو بداك الثمن وراه بيد اللعيمه يخرج. شنو كيخسر الفلاح؟ شنو كيخسر على الحولي ملي كان كيربيه؟ اشرح لنا وضعنا في الصوره. يخسر عليه. حنا بغينا نوليو بحالكم فلاحه اليوم، حنا باش نعرفوا القضايا والاسرار ديالكم. مرحبا. تفضل اسي. ايه كيربيه، كاين نهار كيخلق ذاك الحولي كيبقى مع امه كيرضع. نعم. كيبقى يرعى من هنا كيكبر شويه كيبقى يعلفوا ياكلوا. كيبقى معاه حتى النهار اللي كيوجد، عنده واحد الست شهور ديالو ديال العذاب معاه باش كيوجدوا. نعم. بالنسبة لقبيلة في الفيديو خديت معك فيديو. نعم. وطلبت منك باش تعطيني بعض النصائح للشعب المغربي منين يبقى شي واحد غادي يشري الحولي من السوق ما كيفهمش باش ما يتصيدش، يعني باش ما يتصيدش شنو خصو يدير؟ كيقلبوا ذاك الصوف ديالو، إلا جبر الحيمة ديالو بيضاء كيعرف هو واكل الفول واكل الذرة واكل بلعة ديال الحوايج. نعم. كانت ديك اللحمة ديالو كحلة من تحت الطابق ديالو كيكون اما داك عاد ديال الدجاج ولا الشمنطور ولا شي حاجه، هذا هو اللي كاين. نعم. اه. وبعض شي قوالب كيديروها بعض الفلاحه وبعض ماشي كنقولوا كل شيء. كاين ناس بنادم راه فيه طوب وحجر، كاين بعض الفلاحه كيديروا الغش كيغشوا. كيديروا على قلبه باش غيبيع لواحد اخر كيف نفسه كيف نفس واحد اخر. نعم. واحد اخر ما عنده غرض، عنده غرض غير بالفلوس ما عندوش مشكل. شنو هما القوالب اللي كيديروا الحواله؟ الحواله مثلا حنا قلنا لك اما غادي يخلي عطشان يشربوا الماء باش كتدخل انت للسوق. كتبر داك حولي واكل شارب كيبان لك مزيان. نعم هو غير من فوق. هو هذاك راه شبعان ما ضروري هو ضروري. فوقاش ملي كيمشي حاجه كيهلي هذا كيطيح يعني كيبقاش غليظ يعني ما كيبقاش باهي. صافي كتفش راه كرشو كتخوى ديك الساعات ضروري ولا كان سمين راه الحولي سمين راه سمين. واخا كيفاش نديرو نعرفوه بانه من فوق بالماء وماشي من فوق يعني فيه طبيعي؟ راه كتكون الكرش ديالو داخله مثلا ما كانش شبعان ولا ما كانش واكل. كتكون الكرش ديالو داخله، حنا دابا بنفسنا الا ما كليناش كنكونو. نعم نعم. اذا تفضل تهني تفضل شويه ها السي تا هو يكمل. واخا تفضل هيا تفضل اسيدي تفضل. تا هو كسب معاك لا تفضل اسيدي تحدث عطيه الميكرو. التسميه ديالك. تفضل اسيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. هذا بمنطقة ديال فاس. نعم مرحبا. الفلاحه ديالنا حنا بحال دابا تمشي تقول ديال الخروب. نعم. تقول الخروب دابا اللي تتنفخ الناس تتنفخ من الخبز، يعطي كاين الناس اللي تعطيه الخبز ما كاينش ما بقاش الماكله اللي كانت شحال هذه ديال تعطي التبان ويعطي الشعير ويعطي هذا الشيء ديال هذا ما بقاش. نعم الخبز كيعطيوه الخبز بوحده. ولا تعطيه الخبز باش ذاك الخروب نهار اللي تتنفخ.
تقدر الا عطاه الماء يقدر يموت. هو الخبز ماشي مشكل يعطي الخبز ما يعطيش. لا ما يمكنلوش الخبز باش غادي يعطيه الحولي اللي تيعاد باش غادي ياكل يشرب الماء ويعطيه العرف ما تيصيبش هو العرف ما يعطيه تيمشي يعطيه الخبز. نعم نعم نعم. والخبز دابا راه تقريبا تا هو غادي يدير 40 ريال 50 ريال فهمتيني؟ نعم. والفلاحه بحال دابا الخروب ما سلقلهمش في خطره اخرى علاش ما سلقش الخروب؟ نعم. قوه الماكله ما كايناش. الخروب تقريبا الاول مات دابا الحوايج. دابا حنا دابا حنا الشريف كنتحدثوا بغينا نوجهوا للمغاربه نصائح دابا انتم كتصيدوا باش ما يتصيدوش الناس يمشيو يشريو يعني الاضحيه وما يتصيدوش كاينين الناس اللي كيمشيو فبالتالي كيلقى راسو شاري شي حاجه اللي كيقول انا تصيدت ملي كيذبحوا ويسلخوا كيلقى راسو بان ذاك الثمن اللي عطاه فيه انفيستا فيه ما كيستاهلش حنا دابا الان باش نوجهوا رساله للشعب المغربي باش تنصحونا انتم ككتابه اللي كتفهموا في الدومين. انا نقول لك راه بصح هادشي اللي تنقول لك راه تيمشيو تيعطيهم الخبز باش الخروب تيتنفخ فهمتيني الخروب تيتنفخ ولكن كي غادي نعرف انا عاطيه الخبز وما عاطيهش العلف ولا انا شي يعطيه هو راه عارف هو الكساب ما عنده ما يعطيه. لا انا هذا بالبره دايره البره دايره 500 ريال الفرج داير 800 ريال. اشريف ما فهمتينيش جاوبني على السؤال ديال الله يحفظك كي غندير انا كمشيت نشري انا ما كنفهمش في انت غاتفهم انت غتشوف الحولي غتعرفوا بانه راه واكل غير الخبز وشرب الماء، واحد اخر غيمشي شنو هما العلامات اللي كتظهر على الحولين اللي من فوق بالماء وبالخبز، شنو هما العلامات اللي كتظهر عليه باش الواحد يعرف. هذاك يمكن خصو واحد اخر اللي يشري له، ما يقدرش هو اللي ما تيعرفش لواحد حاجه ما غيعرفش ما يعرفش خصو واحد السمسار ولا كساب ولا فلاح اللي غادي يمشي عنده شي واحد ثقه يشري له هو غادي يشري له هو اللي الضحيه ديالو اللي غادي يصدق له. نعم. كاين اللي يقدر يشري حولي ويرميه كاع فهمتيني؟ نعم نعم. خصو واحد اللي يمشي معاه للسوق. إذا الأمر ماشي ساهل يعني باش يخلط. لا راه كاينين سبيبية. نعم. كاين سمسارة في السوق. الفلاح تيقدر يبيع له دابا هنا وتيدور به ثلاثة ديال السمسارة وأربعة ديال السمسارة. نعم نعم. يقدر واحد آخر يمشي معاك تيقدر يدير لك طايح الثمن ما يديرش ذاك الثمن اللي باغي أنتيا بواحد 60 ولا هذي تقدر يدير ب 45 50 فهمتي؟ نعم. دابا الحولي راه كاين تدخل عند السبيبي راه تيدير حتى 70 80 باش غادي يديه هو هذاك اللي ما عندوش. دابا الحاولي 2000 درهم ولا داير 3000 3000 لا 3000 وهذا راه قاعد دابا السبيبيه هما اللي في السوق ما تبقاش واش كتوقع انت كفلاح على ان الاثمنه تنخفض يعني في الايام القليله المقبله ام انها ترتفع؟ دابا ان شاء الله غادي تكون الماكله موجوده ما بقاش دابا جايه غطيح شويه ما بقاش جايه دابا الذره انت دابا هذا الوقت ديال الذره دابا تزرع الذره تدير 16 ريال دير 15 ريال كانت في ذاك الوقت ديال الشتاء ما كانش الذره. نعم نعم. دابا الذره راه غادي تكون موجوده من هنا لفوق دابا غادي يطيح السوق غادي يطيح السوق دابا من هنا لفوق الذره موجوده غادي تكون. نعم نعم شكرا جزيلا لك خويا الله يسهل الامور عواش لكم مبروك وزادنا بزاف. اذا متابعينا ومشاهدينا الكرام دائما مع المواطن هنا في مدينه فاس جينا لضيعه وبغينا نسولوا على الخبايا واسرار اقتناء وضحيات العيد بطبيعه الحال. كنتمنى لكم عواشر مبروكه بالصحه والسلامه والعافيه وغادي نرجعوا لكم بطبيعه الحال مع الفلاح. كنت معكم مراسل قناه موصف بودري بمدينه فاس وبالاقليم ديال تونس كنحييكم كنشكركم بزاف الى امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر شكرا.